القسام يعلن خوض معارك ضارية واستهداف آليات صهيونية بغزة. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى شفاء وحماس تحمل أمريكا مسؤولية الاستهداف. الاحتلال يختطف 3 أطفال جنوبي بيت لحم وشابين بمخيم الجلزو. أهلا بكم، والبداية من غزة، حيث تتواصل المعارك الضارية بين كتائب الشهيد عز الدين القسام وقوات الكيان الصهيوني بعدة محاور في القطاع. وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105 في حي النصر ومحور جنوب غربي المدينة. وتزامن ذلك عندما أكدت مصادر طبية أن الاحتلال قصف مبنى الجراحة ومستودع الأدوية بمجمع الشفاء، في حين اندلع حريق بقسم الكلى في المشفى جراء القصف. وأوضحت المصادر أن هناك طائرة عمودية إسرائيلية تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحات المجمع الذي باتت تفصله عن الاشتباكات 200 إلى 500 متر تقريباً. وبيّنت المصادر أن آلاف المحاصرين داخل المشفى، بينهم المرضى والطواقم الطبية وبعض أفراد الإسعافات والدفاع المدني. هذا وتواصل قوات الكيان الصهيوني غاراتها العنيفة على قطاع غزة لليوم 36 على التوالي، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية بغزة على منصة التليجرام أن القصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف عدة مواقع ومنازل بحي النصر والشيخ رضوان ومنزلا مأهولا بالسكان في مخيم الشاطئ. وأشارت إلى استهداف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمالي القطاع، كما استهدف منزلين بمخيم جباليا والبريج. ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف ساحات مستشفى شفاء الخارجية ومحيط مستشفى الأندونسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل نتيجة نفاذ الوقود. هذا وقد حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن مسؤولية استهداف المدنيين والطواقم الطبية في مجمع شفاء غربي المدينة. ودعت في بيان لها الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا لوقف هذا العدوان الوحشي وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية في حماية المدنيين والمشافي التي تعد مناطق آمنة وفقا للقوانين الدولية. وقد اعتبرت حركة حماس أن الصمت وعدم تجاوز مربع الإدانة والاستنكار إلى الفعل الجاد ضد الاحتلال وسياسته النازية يعد تشجيعا له لمواصلة جرائمه، وفي ذلك مسؤولية تاريخية ستبقى تلاحق كل الذين قصروا وتخاذلوا عن حماية الأطفال والمدنيين العزل. هذا ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم وجود مقر للمقاومة الفلسطينية فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً. انضم معنا من غزة مراسلنا محمد سليمان. محمد، ما هي آخر المستجدات الميدانية في الأرض؟ نعم، يعني بالفعل الآن ذراوت المعركة تدور في محيط مستشفى الشفاء ضد مجمع الشفاء الطبي، دبابات الاحتلال على بعد أمتار وفقا لتأكيد مصدر طبي من داخل مستشفى الشفاء لقناة يمن شباب. فالدبابات الاحتلال تبعد قرابة 100 متر أو 150 متر عن مجمع الشفاء الطبي، ايضا مع تركيز قصف اسرائيلي قوي وبشع جدا داخل مجمع الشفاء الطبي. الاحتلال استهدف مستودع الادويه داخل المجمع ولا تزال النيران تشتعل في هذا المجمع. ايضا الاحتلال يستهدف كل من يخرج من هذا المجمع الطبي، وقبل قليل قام باطلاق قذائف المدفعيه على مجموعه من الناس حاولت النزوح الى اماكن اكثر امنا او اكثر او بعيده عن مستشفى الشفاء، ولكن الاحتلال ارتكب مجزره بين هؤلاء النازحين ولا تزال جثث الناس على الارض ملقاه، ولا تزال ايضا الجرحى ينزفون
على الأرض ولا يستطيع أحد من الوصول إليهم. لا يمكن للسيارات الإسعاف الخروج أو الدخول إلى مجمع الشفاء الضدي. الاحتلال يستهدف كل من يتحرك داخل هذا المجمع. الحصار، الاحتلال شدد حصاره على هذا المجمع ويريد الدخول إليه واقتحام هذا المجمع، وربما تشهد الساعات القادمة اقتحام الاحتلال لهذا المجمع الصدي. أيضا حال قطاع غزة وحال مدن قطاع غزة كحال هذا المجمع. الاحتلال استهدف أيضا النازحين عبر ما قال أنه ممر آمن وممر إنساني على شارع صلاح الدين، وهناك أيضا عدد من الشهداء والجرحى مرقوم يعني جثثهم على الأرض ولا يستطيع أحد انتشالهم. كل هذا وكل هذه المعركة وكل هذا القصف الذي يتركز الآن عند مجمع الشفاء الطبي، هناك يعني أزمة إنسانية كبيرة داخل هذا المجمع. هناك المئات من الجرحى، بدأ الأطباء يتعاملون معهم من خلال الأكسجين اليدوي بسبب عدم توفر الكهرباء، ولكن لا يستطيع الأطباء الاستمرار في ضخ الأكسجين إلى رئات هؤلاء الجرحى من خلال الأكسجين اليدوي، وسيكون هناك مزيد من الشهداء بين الجرحى والمرضى. أيضا أطفال خدج داخل مجمع الشفاء الطبي لا يوجد لهم كهرباء ولا يوجد لديهم أجهزة تنفسية، وسيرتقون شهداء خلال الساعات القادمة. جميع المؤسسات الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، الأنروا، تنصلت من مسؤوليتها الإخلاقية والأدبية وتركت هذا المجمع وحيدا ولم تقم بإمداده بأي شيء سواء مستلزمات طبية أو وقود. نعم، هناك أيضا خطاب لحركة حماس عن تحميل أمريكا وجو بايدن وكذلك الدول العربية والإسلامية مسؤولية ما يحدث تحديدا في القطاع الصحي بغزة من مجمع الشفاء وكذلك بقية المشافي التي تقصف من قبل الاحتلال الصهيوني. كيف يمكن أن تحمل حماس مسؤولية ما يقع؟ يعني الجهات الرسمية هنا في قطاع غزة لم تتوقف عن إطلاق المناشدات الدولية بجميع دول العالم وجميع الجهات المؤثرة بضرورة التدخل ووقف الاعتداء على المستشفيات، لأن المستشفى والمجمعات الطبية وفقا للقوانين الدولية وقواعد الحرب هي محمية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي تنصل ويتجاوز القانون الدولي. هذه الدول وهذا البيان من حركة حماس يعني دعا العالم من ضرورة التدخل لمنع استهداف وقت استهداف المستشفيات، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعني ينتهك القانون الدولي ولا يرى أحد أمامه ويقوم باقتحام أو محاولة اقتحام هذا المستشفى ويقوم بقصف المستشفى. يعني أيضا المستشفى تعرض مستشفى أو مبنى القدس لهذا المبنى للجراحات داخل المستشفى للقصف، وهناك حريق مشتعل. الاحتلال الإسرائيلي يعني يواصل انتهاك القانون الدولي ويواصل انتهاك قواعد الحرب من خلال حربه على المستشفيات. يعني الآن الحرب تركزت في قطاع غزة على المستشفيات سواء الشفاء بشكل رئيس أو ناصر أو النصر للأطفال أو مستشفى الرنتيس أو مستشفى العيون أو مستشفى الطب النفسي. هذه المستشفيات الكبرى في غزة خرجت عن الخدمة وأصبحت منهارة ولا تستطيع تقديم أي مساعدة للجرحى أو النازحين. نعم، إذا لازلنا ننتظر أيضا كيف يمكن أن تجيب الحكومات العربية والإسلامية على هذه الدعوات من قبل حركة حماس. مراسلنا محمد سليمان من غزة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. هذا وقالت منظمة أطباء بلا حدود يوم السبت إن الهجمات تكثفت على مستشفى الشفاء بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية. المنظمة في بيان على منصة إكس قالت إن طاقمها في المشفى أبلغها عن حالة كارثية في الداخل منذ ساعات قليلة فقط، لافتة إلى أن أحد جراحيها أكد أنه لا يستطيع ترك الجرحى الذين يخوضون للعمليات ويخضعون لها رغم القصف على المشفى، وكررت دعوات بشكل عاجل لوقف الهجمات على المشافي وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية أيضا والمرضى. في غضون ذلك أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن كافة الخدمات في مستشفى القدس بمدينة غزة ستتوقف أيضا عن العمل خلال ساعات جراء نفاد الوقود. الجمعية في بيان مقتضب لها قالت إن 500 مريض وجريح في المشفى سيحرمون من الرعاية الصحية بسبب التوقف عن العمل خلال الساعات المقبلة. أوضحت أن المرضى في غرفة العناية المكثفة والأطفال في الحاضنات معرضون لفقدان حياتهم
بسبب عدم توفر الوقود اللازم لعمل المولدات في المشفى. بدورها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الدمار الذي يلحق بالمشافي في غزة أصبح لا يحتمل ويجب أن يتوقف، ووجهت اللجنة نداء عاجلا من أجل احترام المرافق الطبية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية بغزة وحمايتهم. وأوضحت أن نظام الرعاية الصحية بغزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة بينما ينعدم فيه الأمان وصل إلى مرحلة لا رجعة منه، ما يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن حياة مليون طفل بغزة باتت معلقة بخيط رفيع مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريبا في أنحاء قطاع غزة. وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت إن الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية أو خدمات الرعاية الصحية في مجمع وفي جميع أنحاء قطاع غزة لا سيما المناطق الشمالية يهدد حياة كل طفل في القطاع. وأكدت أنه خلال 24 ساعة الماضية توقفت الرعاية الطبية بالمشفى وتحديدا مستشفى الرنتيسي والنصر للأطفال، حيث لم يكن هناك سوى مولد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة، في حين تفيد التقارير بهجمات صهيونية وأعمال عدائية مكثفة قرب المشفى. انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بشدة الهجمات الإسرائيلية على المشافي في غزة، معتبرا أن هذا الأمر يعد جريمة حرب. وجاء ذلك في تدوينة على منصة إكس، حيث قال إن قصف 3 مشافٍ بغزة جريمة حرب جديدة، داعيا إلى فرض حظر الأسلحة على أي دولة تدعم هذه الإبادة الجماعية. ويأتي ذلك تزامنا مع تعرض المشافي المتعددة بالقطاع لقصف إسرائيلي طال مرافق ومحيط عدد منها، في ظل استمرار معاناة تلك المشافي وتوقف بعضها عن العمل لنفاد الوقود الذي تعتمد عليه بعد انقطاع الكهرباء. لذلك أعلنت المملكة العربية السعودية أنها قررت دمج القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية في قمة واحدة، وذلك لمتابعة الأوضاع بقطاع غزة. وقالت في بيانها إنه استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، فقد تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانتا من المقرر أن تعقدا في التاريخ نفسه. وأكدت أن ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها. بدورها تستغل الميليشيا الحوثية الإرهابية دعاية مهاجمة الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان الصهيوني لتحسين صورتها في مواجهة السخط الشعبي في مناطق سيطرتها، إضافة إلى حملات الجبايات التي تجمعها بذريعة دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية. قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي. علامات استفهام كثيرة أعقبت هذا الإعلان الحوثي الفضاض والذي غلب عليه طابع الدعاية الاستعراضية لعضلات النظام الإيراني من خلال ذراع إيران الأبعد عن منطقة الصراع المحتدم في غزة. إعلان الميليشيا الحوثية استهداف الأراضي المحتلة بمسيرات وصواريخ لم تثر اهتمام الاحتلال الإسرائيلي باستثناء رد محدود من قبل المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل لن ترد على محاولات الحوثيين الاستفزازية وستواصل تركيزها على عملياتها في غزة.
رد إسرائيلي يخفي قبولا من جانب الاحتلال للموقف الإيراني والمعبر عنه من خلال إعلان الحوثيين استهداف إسرائيل برشقة من الصواريخ والمسيرات لا أثر لها على الأرض، إذ أن ما تخشاه تل أبيب هو أن تدفع طهران أذرعها في لبنان وسوريا على حدود إسرائيل، وهو ما دفع حكومة الاحتلال لتحذير طهران التي استجابت بدورها وفق المؤشرات الراهنة. هي إذن مقاومة سينمائية صوتية لا أكثر، تلك التي تتبناها إيران وأذرعها في المنطقة بحسب تغريدات مراقبين عرب. فما الحاجة لإطلاق مسيرات من على بعد 2000 كيلومتر، إذ بالإمكان إطلاق نفس المسيرات إيرانية الصنع من على بعد 50 كيلومتر فقط؟ تساؤل يتوافق مع ما أشار إليه المراقبون من أن الإعلان الحوثي عن توجيه ضربات مجرد فرقعة دعائية للاستهلاك الداخلي في اليمن ومحاولة لتحسين صورة إيران وتبرير هروبها من مواجهة إسرائيل، ما يجعل الأمر مجرد إسقاط واجب ليس إلا بعد سنوات من تبني الميليشيا وترديدها لشعارات الخمينية الجوفاء التي تستخدم القدس وفلسطين لافتة لتمرير مخططها التوسعي التخريبي لدول المنطقة من خلال ميليشياتها الشيعية، وهو المخطط الموازي للمخطط الصهيوني الهادف لاحتلال دول المنطقة. يدلل المراقبون على ذلك بعدم وجود أي وقائع مثبتة وموثقة لعمليات الإطلاق التي أعلنتها الميليشيا الحوثية وأثرها والأهداف الإسرائيلية التي تضررت جراء ضربات المسيرات والصواريخ المزعومة، وإن سقطت تلك الصواريخ والمسيرات. كل ذلك وفق أوساط سياسية يجعل الاحتلال الصهيوني مرتاحا للإعلانات المجهولة من اليمن عن ضربات افتراضية من على بعد 2000 كيلومتر، باعتبار ذلك استجابة إيرانية لتحذيرات الصهاينة من أي تحرك إيراني لميليشياتها في لبنان أو سوريا، واعتبار ذلك هروبا إيرانيا صريحا استجابة لتهديدات الكيان الصهيوني. عودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلية 3 أطفال من بلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم جنوبية الضفة، وتزامن ذلك مع اختطاف شابين بمخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة. ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اختطفت الأطفال من عائلة ثوابتة بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون واختطفت الشابين لؤي حجير وعبد الغزواي بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما أو عبد الغزاوي بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وارتفعت حصيلة الاختطافات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالضفة بعد 7 أكتوبر المنصرم إلى أكثر من 2208. أعلنت القوات المشتركة تدمير أهداف جديدة في اليمن للميليشيا الحوثية، وألحقت خسائر مادية في صفوف عناصرها غربية تعز وجنوبية الحديدة ردا على استهدافها أعيانا مدنية. الإعلام العسكري أكد أن القوات المشتركة في خطوط التماس رصدت مصادر النيران الحوثية في مقبنة غربية تعز وأطراف مديريات جبل راس والجراح والتحيتة جنوبية الحديدة وتعاملت معها بنجاح. أفادت أن وحدات القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أهدافها وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية. وخلال الساعات الماضية كثفت الميليشيا من انتهاكاتها ضد الأعيان المدنية جراء استهدافها مباشرة طالت قرى السويهرة بمقبنة وجنوب الجراح والتحيتة. هذا وفرضت الميليشيا الحوثية جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمقدار 500 ريال للجالون سعة 20 لتر. أعلنت شركة النفط الخاضعة للميليشيا الحوثية أنها قررت رفع أسعار الوقود ابتداء من اليوم السبت، حيث وصل مقدار الرفع في اللتر الواحد 25 ريال وعلى الجالون 20 لتر 500 ريال. وعقب الجرعة الحوثية بلغ سعر جالون الوقود نحو 9500 ريال، أي بما يعادل 67 ريالا سعوديا. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. كتائب القسام تعلن خوض معارك ضارية واستهداف آليات صهيونية بغزة.
قصف إسرائيلي مستمر يستهدف مستشفى الشفاء وحماس، تحمل أمريكا مسؤولية الاستهداف. الاحتلال يختطف 3 أطفال جنوبي بيت لحم وشابين بمخيم الجلازون. ختاما، في أمان الله.